والمقعودي بعد من يعني يثبت وجوده. تهانينا والناموس. مشاهدينا متابعينا الكرام، ما تتواصل الانطلاقات والتحديات على أرضية هذا الميدان بانطلاقة شوطنا الخامس عشر الذي يأتي مع انطلاقة شوطنا الخامس عشر فئة الابكاء فئة الجعدان المحليات الأصايل. نتمنى التوفيق لجميع المشاركين في هذا التحدي المميز، في هذا التحدي المميز الذي يحمل الأسماء المميزة. نبدأ مع الصدارة ونبدأ مع المركز الأول ليجد أيضا الهارب مطر بن سعيد بن طناف الراشدي من يتقدم على المركز الأول. المركز الثاني هناك أيضا الشجاع مرخان بن سهيل بن مرخان الاكتبي من يتقدم مع انطلاقة هذا الاسم الكبير. المركز الثالث شاهين راشد بن سعيد بن سهيل بن دلوي من يتقدم بهذا التحدي المميز والانطلاق الرائع الذي يأتي مع الأسماء المتميزة الكبيرة في هذا التحدي المميز الذي يأتي مع الأسماء الرائعة والكبيرة في هذا الانطلاق المتميز. المركز الرابع ليجد مصيحان سيف بن محمد بن سيف بن عبد الله المنصوري يتقدم بهذه اللحظات. المركز الرابع ايضا الوصول او هناك ايضا شعار عبد الله بن محمد بن عفره من يتقدم بهذه اللحظات المميزه في الانطلاق المتميز على المركز الرابع. المركز الخامس ايضا الوصول من قبل بشاش سعيد بن عتيج بن فتر بن راشد الرميثي من يتقدم. وايضا الشاعر وصل، وصل الشاعر وصل لفري بن راشد بن سرداح بن عبيد الاكتبي من يتقدم في هذه اللحظات في الانطلاق المتميز الكبير مع هذه الاسماء المتميزه وانطلاقات المتميزه بهذا الانطلاق المتميز الكبير. ايضا الوصول والقدوم في هذا التحدي من قبل ساس مسلم بن علي بن دري يقدم لنا ساس بهذا التحدي المميز. ايضا الوصول من قبل شاهين محمد بن علي بن راشد الاكتبي يتقدم مع تقدم شاهين. وايضا الوصول من مياس حمد بن محمد بن ضبيب بن حمدان المرر من يتقدم بهذه اللحظات. وصلت الاسامي وانطلقت الشعارات. ايضا القدوم والوصول من قبل لازم احمد بن سهيل بن بطل عيالي من يتقدم بهذه اللحظات. هذه الاسماء المتقدمه وهذه الشعارات المتصدره التي تبحث عن الفوز وعن الانتصار بانطلاقات هذه الاسماء الكبيره المتميزه بهذا التحدي المميز وبهذا الانطلاق. شاهين غير راشد بن سعيد بن سهيل بن دلوي من يتقدم على المركز الاول وعلى الصداره الاولى بالانطلاق المميز في هذا التحدي المميز الذي يأتي مع الأسماء المتميزة الرائعة في هذا التحدي المميز وبهذا التحدي المميز الذي يأتي مع الصدارة الأولى. المركز الثاني يتقدم فيه أيضا الهارب مطر بن سعيد بن طناف الراشدي يأتي على المركز الثاني. أيضا شعار محمد بن سيف بن عفراء المنصوري القادم على المركز الثالث. المركز الرابع أيضا الوصول والقدوم من قبل الشاعر فري بن راشد بن سرداح الاكتبي القادم مع المركز الرابع بهذا الانطلاق المتميز. المركز الخامس يأتينا بشاش سعيد بن عتيج بن فتر بن راشد الرميثي القادم على المركز الرابع أو المركز الخامس. نعم المركز السادس. نعم الوصول من قبل ساس مسلم بن علي بن دري المنصوري القادم بهذه اللحظات مع شعاره الكبير. وأيضا الوصول من مورسان راشد بن علي بن سالم الهاشمي يتقدم بهذه اللحظات المميزة والانطلاق الكبير المتميز مع انطلاقة ورسان القادم. أيضا الوصول والقدوم من قبل الاسم القادم اللي هو مياس حمد بن محمد بن ضبيب بن حمدان المرر الواصل بهذه اللحظات المميزة وبهذا الانطلاق الكبير. وصلت الأسامي وأيضا القدوم مع انطلاقة الشامخ علي بن راشد بن علي بن عدي الاكتبي. هذه المراكز
المتقدمة بهذه اللحظات المميزة التي تتقدم بهذا المسار المميز. ولكن البداية مع انطلاقة المركز الأول ومع الصدارة الأولى ليجد البداية ومقدمة التحدي والإثارة، مع انطلاقة أيضا الشعار الكبير والشعار المتميز الذي يأتي مع الأسماء المتميزة، نعم اللي هو الهارب مسيطر، الهارب مطر بن سعيد من طناف الراشدي يتقدم بهذه اللحظات المميزة وفي الانطلاق المتميز وبالاندفاع الكبير في هذا التحدي المميز وفي هذا الانطلاق المتميز الكبير، مع انطلاقات هذه الأسماء الرائعة. الشاعر غادم، الشاعر غادم بشعارك أيضا، الشاعر أيضا تعود ملكيته الفري بن راشد بن سرداح بن عبيد الكتبي يتقدم مع انطلاقة هذا الاسم المميز الكبير، مع انطلاقة الشاعر وأيضا الوصول مع أساس مسلم بن علي بن دري المنصوري يتقدم مع انطلاقة ساسة واندفاعته الكبيرة بهذا الانطلاق الرائع. أيضا الوصول مع ورسان، يقدم لنا ورسان الراشد بن علي بن سالم الهاشمي يتقدم مع تقدم ورسان وانطلاقاته المميزة. وصل القادمون، وصل مضيافة عبد العزيز بن سيف بن علي بن كليب يقدم لنا مضيافة، أول نداء لمضيافة، أول نداء لمضيافة القادم بكل قوة، القادم بكل قوة. وصلت الأسامي وتسللت أيضا الشاعر من يسيطر على المركز الأول، يسيطر مع البداية، ولكن من الجانب الآخر، من الجانب الآخر الواصل والمتواصل اللي هو نعم الهارب مطر بن سعيد من طناف الراشدي يتقدم بهذه اللحظات يتقدم. ولكن الشاعر يا أبو راشد يا راعي الشاعر ومضياف غادم عبد العزيز بن سيف بن علي بن كليب الكتبي يقدم لنا مضياف على المركز الثالث. تحركت الأسماء وانطلقت الشعارات مع الانطلاق المتميز ومع الاندفاع الكبير الذي يأتي مع الأسماء الكبيرة. ولكن شوف، شوف الغادم، شوف الله يا رعد مبارك بن محمد بن سعيد الشامسي يقدم رعد والشاعر، الشاعر ورعد، رعد والشاعر، الأمتار الأخيرة، الأمتار الأخيرة. ولكن رعد على المركز الأول، مبارك بن محمد الشامسي، مضياف عادة، عادة بن كليب عادة مع مضياف، مضياف والشاعر، الشاعر أيضا عاد باللحظات الأخيرة، باللحظات الأخيرة. الله يا الأمتار، الله يا الأمتار، الله يا مضياف، مضياف 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 للمرة السادسة، للمرة السادسة أو السابعة، نعم. شكرا 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 يا أبو سيف على تقديم هذا الشعار. المركز الثاني الشاعر لفري بن سداح، المركز الثالث ورسان راشد الهاشمي، المركز الرابع الشامسي مبارك بن سعيد محمد الشامسي، المركز الخامس ايضا لدع الاستنط النهائي ثاني والناموس على هذا الفوز والانتصار وتقديم هذا الشعار باجمل صوره. شكرا يا ابو سيف على هذا الشعار، على تقديم هذا الشعار باداء مميز وبانطلاق كبير. سلام سلام يا المدام، وللمره السابعه على التوالي، للمره السابعه سلام يا المدام، سلام على هذا الفوز والانتصار. ومشكور عبد العزيز بن سيف بن علي بن كريب، وشكرا ايضا علي بن سيف على تقديم هذا الشعار المميز في اجمل صوره في هذا اليوم.